انت الحظ صلاح صلاح محمد صلاح. صلاح انا يعني ان شاء الله متفائل ان طول الوقت ان محمد صلاح تميمة الحظ بتاعتنا. رأيك ايه في الناس اللي يعني بعد الماتش مدية، وبعد كل ماتش المنتخب ما يبقى في نتيجة سلبية تدي لصلاح تدي لصلاح، بتشوف ده ازاي؟ لا اكيد ما لهمش في كوره، يا اما عندهم احقاد ملهاش حل ملهاش تاني. حل تالت، لان والله انت لو خلصت، ليهم في الكوره تصدق بالله تامر انت خلصت القصة. والله اه العظيم، والله العظيم. لان انت لو ليك في الكوره وقارنت يعني ما هم هي 11 يعني دلوقتي امنت ان هي 11، حط له الناس اللي بتلعب معاه خليه يلعب في مكانه، فرق السرعه فظيع، ايوه فرق السرعه فظيع. فاللي بيقول محمد صلاح كده يعني هيعمل ايه يا راجل؟ ده انا بشوف محمد صلاح معدي يعني تقريبا ممكن يبقى ليبرو ايوه يعني، فاهم قصدي؟ لا حرام.